والآن مشاهدينا الكرام موعدنا مع أخبار المال والأعمال في نشرتنا الجولة الاقتصادية وفاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا يوسف عبدين، شكرا نهى توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. شهد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 عددا من التوصيات في ختام جلساته، من بينها العمل على استمرار خفض نسبة الدين للناتج الإجمالي وإطالة أجل السداد. كما شملت التوصيات تعزيز مشاركة القطاع الخاص فضلا عن توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة. We'll be right back.
ترأس وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس المجلس الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز طارق الملا الاجتماع الوزاري 24 للمنتدى بالقاهرة بمشاركة وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء. أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن اجتماع الدول المصدرة للغاز يستهدف القيام بدور فعال في توجيه ديناميكيات التحول الطاقي خاصة في مجال الغاز الطبيعي وتعزيز التعاون بين دول المنتدى. أوضح وزير البترول أن أمن الطاقة وحماية المناخ هدفان متكاملان، وأنه كلما اتخذنا خطوات مواجهة التحدي المناخي فإن ذلك يضمن تحقيق أمن الطاقة. وخلال اجتماع منتدى دول المصدرة للغاز أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر متحمسة للعمل مع كل الدول الأعضاء بالمنتدى لتطوير مبادرات واقعية وقابلة للتطبيق يمكن من خلالها ضمان أمن الطاقة وتحول طاقي عادل. أكد الملا أن الاجتماع شدد على أهداف المنتدى من دعم السيادة الدائمة لدول الأعضاء على مواردهم الطبيعية وعلى قدرتهم على التخطيط باستقلال وإرادة موارد الغاز الطبيعي المستدامة الكفء وتطوير. وفي ختام الاجتماع أكد المشاركون على أهمية تطوير البنية التحتية الأساسية للطاقة، وذلك لضمان التدفق الحر للغاز واستقرار أسواق الغاز العالمية وإدانة أي هجمات متعمدة لإلحاق الضرر بها. الهدف الرئيسي من المنتدى هو توفير كل الدراسات وكل البيانات وكل المعلومات حتى تستطيع الدول الأعضاء والدول حتى غير الأعضاء أنها تستفيد بهذه المعلومات وهذه البيانات من أجل أنها تقدر تحط خطط واستراتيجيات لتنمية الغاز وتحط الاستثمارات المظبوطة في التوقيت المظبوط علشان توفر الغاز في الوقت المناسب علشان تلبي احتياجات الاستهلاك العالمي المتزايدة. قام وزير التنمية المحلية هشام أمنة ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد ومحافظ الدقهلية أيمن مختار بافتتاح مصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة، وتم إنشاء المصنع بتكنولوجيا ألمانية هولندية بتكلفة تقدر بحوالي 165 مليون جنيه بطاقة استيعابية تصل إلى 640 طن في اليوم في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية. ويمكن المشروع ده النهاردة إهداء من الدولة لأهل المنطقة في المنزلة. عايز أقول إن في مشروعات عظيمة بتتعمل في هذا المجال، وعايز أقول إن في تنسيق كبير بين وزارة البيئة وبين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط تحت قيادة طبعا دولة رئيس الوزراء في تنفيذ كل الشغل اللي بتعمل ده. ما يحدث في اتجاه معالجة القضايا البيئية في مصر موضوع كبير جدا. استكمال جهود منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية بافتتاح المصنع الخاص بتدوير المخلفات بيطلع منتجين، منتج سماد عضوي ومنتج تاني الوقود البديل اللي بيستخدم في مصانع الأسمنت بالشراكة مع القطاع الخاص، وده تنفيذا طبعا لواحد توجيهات فخامة رئيس الجمهورية البنية التحتية في المحافظات كلها تشتغل في وقت واحد. اتنين، ان احنا بننفذ قانون تنظيم إدارة المخلفات بإشراك القطاع الخاص. تلاتة، ان احنا بنحسن جودة المنتج اللي من المخلفات نقدر نعيد استخدامه سواء في استصلاح الأراضي الزراعية أو في استخدامه كوقود بديل لمصانع الأسمنت. افتتح مصنع المنزلة على مساحة 12.5 فدان بتكلفة 165 مليون جنيه ضمن 6 مصانع، تم 3 رفع كفاءة و3 إنشاء جديد بإضافة لشيل كل المقالب العمومية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية المحلية والبيئة. إلى سوق المال، حيث تبانت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما تراجع مؤشرا إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات و600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 716 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 10320 نقطة ليرتفع بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 10475 نقطة. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2224 نقطة ليتراجع بنسبة 68% ليغلق عند مستوى 2209 نقاط. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3178 نقطة ليتراجع بنسبة 27% ليغلق عند مستوى 3169 نقطة.
قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن بعض الدول تستخدم مخزوناتها من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي كورقة للتلاعب بالأسواق، في حين أن الغرض الأساسي منها هو تخفيف أي نقص في الإمدادات. كما وصف وزير الطاقة المملكة بأنها تظل أكثر مورد للنفط يمكن الاعتماد عليه في العالم، وأنها زادت من مبيعاتها إلى أوروبا إلى 950 ألف برميل في سبتمبر من 490 ألف برميل في نفس الوقت قبل عام. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لنهى ويوسف لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة.